احنا الاطفال الحيوين في صف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن روضة الإسراء النموذجية هي واحدة من المؤسسات الفاعلة التي تشرف عليها لجنة زكاة طول كرم المركزية وتوليها اهتماماً خاصاً نظراً لدورها التربوي الحاسم وإيماناً فيها بأن الأطفال هم أولى بالرعاية والتنشئة السليمة ليكونوا بناة المستقبل وموضع ثقة المجتمع ومصدر عزته. وإيماناً من إدارة الروضة ومعلماتها على تمكين هؤلاء الأطفال لحياة منتجة نافعة تعود بالخير عليهم وعلى أمتهم وعلى العالم بأسره، وانطلاقاً من تعاليم ديننا الحنيف وثقافتنا الوطنية الأصيلة والفكر المتجدد مهنياً بكل عزم وإصرار لإعداد هذا الجيل ليكون جيلاً رياضياً متوازناً مؤهلاً علمياً وسلوكياً وتربوياً ونفسياً وحركياً واجتماعياً. وحتى يحقق هذا الهدف لابد من وجود بيئة ملائمة حافزة تشجع تفكيرهم ومهاراتهم وحل مشكلاتهم. تتميز روضة الإسراء بساحات واسعة وآمنة للأطفال، وتهتم بالنواحي الحركية والرياضية لبناء أجسام قوية وسليمة، وتغرس في نفوسهم حب التعاون والمحبة والتعلم عن طريق اللعب. تهتم الروضة باكتشاف مواهبهم عن طريق النشيد والغناء وتأصيل التراث الشعبي في قلوبهم، وذلك بالرسم والتلوين وأعمال الزراعة في الأرض. تسعى الروضة جاهدة لتنمية عضلات الأطفال عن طريق الأعمال الفنية كعمل الطينة ولصق وقص ورسم وأعمال يدوية تكتشف قدراتهم وتنمي الإبداع والتعاون. تعطي الروضة اهتماماً كثيراً بالنواحي التعليمية لتهيئة الطفل للانتقال من مرحلة الروضة إلى مرحلة التعليم في المدرسة، مستخدمة في ذلك الوسائل المساعدة في ذلك لتأسيسه التأسيس الجيد في المفاهيم الرياضية واللغوية والألعاب التربوية والقصص والدراما وحفظ القرآن الكريم، ملتزمة بمناهج التربية والتعليم. تهتم الروضة بالمشاركة بجميع الأنشطة التي تقوم بها مديرية التربية والتعليم ولجان الزكاة من مهرجانات ومسابقات واحتفالات، وتحصل على نتائج متميزة. وتهتم بالأنشطة اللامنهجية التي تدخل السرور والبهجة على نفوس الأطفال، مثل الرحلات وأنشطة فرح ومرح ووجبات صحية وإفطارات جماعية والمشاركة في قطف الزيتون ومناسبات للأطفال. تفتح الروضة أبوابها للعام الدراسي الجديد 2017-2018. حمى الله روضة الإسراء ووفقها لما فيه خير للأجيال الصاعدة، ودامت مسيرة هذا العطاء.